كم فخر تو تشوفوا في ما فيديو في الفيديو تاع اليوم كيما قريتو في العنوان ياس ياس وكيما شفتوا لي فوتو البنان هذوك اليوم اون فيديو سبيسيال ريسيت راح نمد لكم وصفات تاكلوهم في الريجيم سواء تاكلوهم في الفطور ولا في العشاء وي بوركوا با كيما تحبوا تاكومبانيو بون ابار توست توست اللي تقدروا تاكلوه ميم في البيتي داج اذا كان ما عندكمش بروبليم باسكو انا نورمال ناكل هذاك التوست مع الصباح Voilà, donc comme les recettes, fais l'air fryer, les chérites HDD, yes! By the way, one minute, have la vidéo, my sponsorisé, my partenariat, my wello, l'air fryer, chérite Abdrahamé, d'accord? Juste habite me partager, ma comme have le bon plan, les frites, parce qu'à la belle, il y a de la dérégime ou la tbahéfi lifestyle, laisse-moi, تكون عندها قلايه هوائيه وانا صح طولت باش شريت وحده مي نهار اللي شريت الحمد لله يا ربي طحت في وحده فريمون توب هايله يعني جهدي ما لم كيفاش يقولوا يعني تعب تاعي في التحواس وكاع ما راحش في باطل الو هذه خليكم مع الانبوكسين تاع الاير فراير ليتس جو الو مي فلات فوالا هذه هي القلايه الهوائيه اللي قلت لكم عليها اللي راح ندير لكم اليوم فيها كامل لي غوسات ان شاء الله بربي بون نشوفوا كيفاش تجي دايره شوفوا تو بي اونست ماشي لا بروميير فوا اللي فتحتها ديجا ودرت انبوكسين تاعها في لي ستوري نهار اللي لحقتني بلوتو نهار اللي جابها لي ليفور الو شوفوا انا او ديبي على بالكم بلي مع الاكل الصحي والغيجيمي تو توجور لازم لي وحده وطولت باش شريتها علاش باسكو انا كي قاعده نشوف في الانترنت اي تو توجور كاين هكا اير فراير مي يخدموا كلش يطيبوا يقلوا يشووا يحمروا يديروا كلش سورتو بوغ لي كيك اي تو يعني كاين لي يخدموا ديك الخدمه اي با فاينلي انا لقيت هذه لي وميم سايز تاعها مليح يا تو بي اونست انا لقيتها بروموسيون هي راهي من لا مارك تريستار كيما راكم تشوفوا داروها بروموسيون اي با شريتها سورتو 3 لتر 5 يعني اكس ال سايز مو فريمون عجبتني باسكو كبيره وترفد يعني ماشي غير نقدر بون دوك نوريكم هي كيفاش تجي دايره هي تجي دايره كيما هكا فوالا تجي هكا فيها هنايا هكا فيها هنا يطلع هكا فوالا انا ديجا درت فيها البطاطا هي الاولى باش نتيستيها انا توجور ندير بابي بور هنايا فريمون ترفد مليح انايا باسكو نسي فيها سيت مرة فيها بيتزا مرة ودوك تشوفوا لي غوسات ثلاثة اللي راهم جايين شوبا اذا ثلاثة ولا اربعة اللي طيبتهم فيها هنايا فيها درجة الحرارة من 80 حتى ل 200 هنا فيها تاع الوقت حتى ل 30 مينوت كيما راكو تشوفوا انا فريمون من اللي شريتهاش اي لاف ديت والله فريمون سورتو عبالي اللي يحسوا بيها غير الناس اللي ياكلوا هيلثي واللي يديروا في الريجيم على بالي بلي فريمون ماست هاف باسكو باش تبقاي كل يوم تحطي في البابي وديري مغير فازيت من عبالك تنقص لي كالوري مام باسكو غير تشوي تحمر و اوسي هذه قلت لكم فايدتها سيكو تقلي تحمر طيب باسكو انا توجور نطيب فيها هذوك الماكيكس وكاع وتحمر وصدقوني الكين تاعكي بها شحال يجي بنين او لو 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 وبلا نقطع زيت هذه هي العفسة الشابة وي الوغ اذا كنتو حابين تشوفوا لي غوسات اللي درتهم بالقلاية الهوائية جست كيب اون واتشين لهاد لا غوسات تسحقو طوماطيش مرحية ولا صوص طوماط جبن موتزاريلا باسكو يا خيار الصحي اي نوع خضر تحبو انا درت بصل فلفل وطوماطيش وتوست بالقمح الكامل ولا بالشوفان ولا بنخرة القمح يعني هاد الخيارات قاع صحية بون سي سامبل فاسيل ماسيل تحطو التوست ديرو عليه كامل هذيك لاصوص طوماط وي كيما راكو تشوفو هاكا سهلة ما تدي الوقت ما والو وثمثم طيب تخي ديرو شويه فرماج وي تحت لي شويه لازم نرفدها ما بيناتناش بس كان بالكم كلش انا نحسبو بلي كالوري يعني هذيك شويه كيفاش نحسبها وما نديرهاش سا سفي با ابخي نحط البصل نحط الفلفل الطوماطيش زعما زعما نخمم كيفاش نديكوري والو انا هاك وديكور هاك
مي البنا نضمن لكم. شوفوا الديكور صح بالك، مي البنا هايله والله. هكا نحط الطوماطيش، بخيط كنحط كاع هذاك الفخوماج. اني حاسباتو سي 20 غرام دو موتزاريلا. موتزاريلا هي الخيار الصحي، فهمتوا؟ اللي ما تسمنش بون، يا ما كاش حاجه تسمن، ما كاش حاجه تشين، مي سوف لا كونتيتي، توجور نلعبو على لا كونتيتي. بون هذه ان ننصحكم تاكلوها هكا مع اون سالاد. فوالا شوفوا كيفاش جات، يام يام يامي. بون مازال ما طابت هنا قبل ما ندخلها في القلايه الهوائيه، هكا راني نحط فيها في القلايه الهوائيه. فوالا يا عمري يا عمري على قليتي الجميله. ابغي نديرها 200 درجه على 5 مينوت، خليها غير 5 مينوت. طيب او دوك تشوفوا كيفاش جات. افتح يا سمسم. يامي يامي يامي. عبالكم والله قد ما نقول لكم بنينه بنينه بنينه، نحبها انا والله. عبالكم ديروها فطور كيما قلت لكم، باسكو فيها كلش، فيها الدهون صحيه، فيها الالياف. انا هنا لاصوص راني دايرتها بالفيون داشي، انا ناكومبانيها مع اون سالاد، سالاد فيرت، نزيد فوقها حبه بيض مغلي. بون دوكا جا الوقت باش نذوقها. تالالالا شتو في الغواصات الداخل، اون ديغي با دي ليجيم. قرعة ديجا مشوية في القلاية الهوائية، طماطم مرحية، جوج حبات بيض، مغرفة كبيرة شوفان، مغرفة كبيرة يا اخت ناتشو، وشوية فخوماج، وغام كالي تدخل للفوق بيان سور. الوغ نبداو نكسروا البيض تاعنا، ابخي نزيدو له الياغورت والشوفان هكا زعما كوم ان بيشاميل ليجي هكا، باش تحسوا هذاك اللي فيه، عرفتوا هذاك تاع الغواصات ايتو، غير الناس اللي تحب الماكله تفهمني. نزيد شويه فخوماج قسم غرفه صغيره. الو دوكا نبداو نديرو ايتاج صوص طوماط، بخي نديرو فوقها هذيك القرعه اللي ديجا شويتها بلا زيت في القلايه الهوائيه كيما راكم تشوفوها، كنستفهم. ابخي نزيد لاصوص طوماط من الفوق، وي هكاك كيما راكم تشوفوا، باش القرعه بزاف تدي البنه تاع لاصوص طوماط. بون خدمتها في الدار. ابخي نزيد نص تاع هذاك الخليط، خا كيفاش تجي من بعد خصو اذا خليتوها نص طياب. بيه نزيد فوق هذيك القليشه ولا القرعه اللي ديجا شويتها، تحبوا تكثروا كثروا، انا موالف نكثر غير هذه المره اللي باسكو كل مره كيفاش تنفح لي. ابخي نزيد فوق هذيك لاصوص طوماط، ايوي هاك نزيدها كامل. بون تحبوا ديروا صوص طوماط، تحبوا غير طوماط شمرحيه، كل واحد كيفاش حب. هنا كنت خادمه هاد لاصوص ديجا درتها في لي بات، هذه لاصوص بولونيز وخليت منها شويه توجو. ابخي نزيد كامل هذا الخليط. ننصحكم البنات كي ديروها طيب خلوها ماشي قد مع الوقت، انا درت ربع ساعه يا نورمالمون، طيب 20 اذا حابين تكونوا ناشفه كاع، واذا حابينها نورمال كيما انا ديروها. هنا زدت لها شويه فخوماج موتزاريلا شويه بركة قيس نص مغرفه. فوالا راح نديرها في القلايه الهوائيه اللي فريمون اي كانت لي ويزاوت، ما نقدرش نعيش بلا بيها دوكا. راح نخليها 15 مينوت ومع لا 200 دوغري اي فوالا. اتان تو تشوف الريزولتا. ويلي 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 يا حبيبي. صدقوني غير كيما راكو تشوفوا فيها صح صح بنينه. ديجا دوك نوريها لكم، انا خليتها نص طياب كيما قلت لكم، ودوك نذوقها قدامكم هنايا. كانت ويت دوكا راني راح نذوقها. يا درا شوفوا 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 الغواصات. او لو 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 شنو كيفاش نفدها بصح. بسم الله.
de poulet brochette نسحقو ياغورت ناتور توابل مشكله ديجا راني درتها لكم في صندوق الوصف فلفل كحل وثوم اي خضر مشكله عندكم تحبوا ديروها في لي بروشيت واوسي هنا صدر الدجاج اللي هو الصح في لا ريسيت انا ديت 200 غرام بلونت بولي هنايا باسكو هذاك باش نقدر ناكل دوك نبدا نخلط في لي زانغريديون تاعي كامل بون في هذه التوابل او كاين الملح سي بور سا راكو تشوفوني بلي ما درتش ملح مي مش ملح بزاف باسكو لعبكم بلي الملح يدير احتباس السوائل في الجسم انا ندير غير شويه من ملح الهيمالايا وي والثوم الثوم يعني لا بودغ تاع الثوم بزاف نحبها في هكا ندير لي غري هادو لي بروشيت ولا بون قاعد تعرفوا تخلطوا راني نخلط فيهم ابخي نخليهم اون اور في الفريغو هكا باش يتمارينا بيان الوغ فوالا كيفاش درتهم بون اذا راكم ترو ماركو بلي راهم كبار بزاف في الطبسي باسكو انا هاك نحبهم توجور يكونوا كبار لي بروشيت يجوا شابين وبنان وليا اختي يعطيهم واحد الطراوه بزاف هايله هاكا نحبهم توجور دوك نحطهم في القلايه الهوائيه فوالا كيما راكو تشوفوا بون لي بروشيت هم كبار دوك نزيد نستف كيما راكو تشوفوا بون انا توجور نحب ندير لها البابي البابي بور هذاك هكا باش ما توسخليش تبقى لي بروبر ونقيه اي تو دوك نحطها 15 مينوت 180 دوغري تا لا 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 فوالا الريزولتا فريمون انا حبيتهم هكا يكونوا انا توجور نحبهم هكا توجور عندكم نفرح نهار اللي نجبدهم من القلايه الهوائيه باسكو يكونوا بزاف بنان وكيما شفتوا في لا ريسيت يعني قطره زيت ما كانش وجاو محمرين انا نحبهم هكا انا ما نحبهمش ناشفين هذوك سي بور سان نتوما اذا حبيتوهم ناشفين ومحمرين بزاف خلوهم 20 مينوت داكور مي وشنو بقاو تشيكيو كل شويه شوفوا هكا بون ابري 10 مينوت ابداو شوفوا باش نتوما كيما تحبوا تبقى لكم واذا حبيتهم فريمون يجوا محمرين كيما انا كي ندير الكينتاكي نحبوا يجي كروسيون ما نديرش هذاك البابي بور توجور نخليهم هكا سو فوالا هذه هي والله اني فرحه عباك نفرح انا نالي نجبدهم باسكو نفكر بلي هذه الماكله راهي بلا زيت محمره هكا والله خرم الفور وسني واو تعندي مازال ما ذقت لازم نذوق الوغ البصل كيفاش هاكا كاراميليزي اي فوالا مي فلات هادو هما كانوا لي غسات تاعنا اللي درناهم اليوم ان شاء الله يكونوا عجبوكم ان شاء الله تسيوهم وتعاودوهم وتصوروا لي وتبعثوا لي في لي ريزو سوسيو توجور سورتو في انستغرام باسكو هادو هما مي بلا توجور بريفيري ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل لي فيديو لا فيديو اللي مورا هذه راح يجي تحدي يس 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 تاع ريجيم نبداو كيف كيف ويجوا اوسي وصفات 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 علي باي باي بيزو